أنا أحب الأرض يعني الأبعد الحدود، يعني على الغان بها عرق. وش قد ما أحبها، إحنا تهجرنا سنتين وشوف يعني تهجرنا سنتين وبسبب هالأحداث وزرعت الغام، وش قد ما أحبها خذت الهوية وجيت ودحش طق علي لقم. وش قد ما أحب الأرض، يعني ألا قلت له أروح أشوف بيتي وأشوف أرضي. أنا اسمي حمود خلاف النوفل، عندي 4 أولاد، بنتين وولدين، عمري 36 سنة، من أهالي قرية النوفلية. أنا زلمة فلاح، يعني عندي غنم، يعني التبن أستعمله للغنم، والقمح أستعمله للأولاد، لأن احنا ساكنين بالغرية ريف، نخبز على التنور، يعني الحمطة نستفيد منها مشان خبز. يعني إذا بي يعني يجينا زيادة أكثر من قوتنا نتصرف به خارجية، ونخلي منه كمان بذار، والباقي نخليه نخزنه طحين، نطحنه على الطاحونة مشان نخبز الأولاد، ومنه نستعمله نسوي كيس يا كيسين نسلقه نسوي برغل. بلقونا أنه بتسجيل بالهلال ورحنا سجلنا، وسجلنا والحمد لله استفدنا من الهلال، وانطونا بذار، انطونا 200 كيلو وحمطة قاسي، و150 كيلو سماد، وبذرناها والحمد لله. يعني الموسم ان شاء الله السنة ممتاز 100%، والحمد لله الزرع ممتاز 100%.